يعطيكم العافية. هلأ بعد ما شفت التعليقات وبعد ما شفت نصائح الناس وبعد ما شفت ردة الفعل، أنا بدي أعتذر من عادل كرم. أنا والله ماني عارف إنك عم تعمل كوميديا، يعني صراحة فكرتك عم تحكي جد، لأنه ما في جنس الغضامة بالموضوع، يعني ما في كوميديا بالموضوع، مش ستاند اب كوميدي، فكرتك عم تحكي جد. فيمكن أنا يا خيي ما بعرف فهمتك غلط، ما بعرف، يمكن هاي كوميديا فعلا، إنه إذا جيت قلت أنا بطلع بعلبك بنزل بلا سيارتي شي بيضحك، أنا بروح على الضاحية بشوف إيران طيب أنا بضحكك خي، أنا بضحكك. ولما تطلع على معراب بتمرق من حد السفارة الإسرائيلية؟ طب إذا فتت على قصر سمير جعجع بتلاقي البدلات الإسرائيلية؟ طيب إذا رحت عملت سيرش على الجيش لحد مش بيطلعوا نص قوات؟ هيدا الشي ما بيضحك؟ آه بس أنا عم بعمل كوميديا كمان عادي، ضحك ضحك تذكر يا بيبي.